أهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام جديد نرسل فيه أبرز ما كتبت الصحف المحلية والعربية والدولية، ونبدأ بعد الفاصل. أهلا بكم، البداية من صحيفة طريق الشعب، ونقرأ مقالا للكاتب محمد عبد الرحمن بعنوان تفكيك منظومة المحاصصة مهمة قائمة. يقول الكاتب نعتقد أن أهمية هذه المهمة لم تتراجع وأن الأولوية تبقى لها، وهو أيضا ما أكدته الانتخابات الأخيرة لمجالس المحافظات التي لم تظهر هيمنة القوى الحاكمة والمتنفذة وتفرعاتها عليها وحسب، بل كذلك سعي هذه القوى المتواصل وصاحب القرار بالأحرى فيها، خصوصا وإلى الانتقال من التوافقية الشكلية إلى احتكار السلطة والقرار وتضييق قاعدة المساهمين الفعليين فيه. المنظومة الحاكمة هي أسس البلاء الذي أوصل بلادنا إلى ما وصلت إليه اليوم، وهي التي لم تعجز فقط عن إيجاد الحلول والمخارج للأزمة التي تعيشها البلاد، بل وفوق ذلك تكبح وتعرقل بمختلف الوسائل والطرق كل مسعى جدي لتغيير واقع الحال وفتح فضاءات لانطلاقة جديدة والخلاص مما تؤشره مؤسسات دولية بشأن أحوال بلدنا الراهنة في مجالات مختلفة، ومنها مجالات الاستقرار والأمان وحقوق الإنسان والخدمات الصحية والتعليمية وتفشي الفساد وتغول الجماعات المسلحة والسلاح المنفلت وحرية التعبير ومستويات الفقر والبطالة ومدى اطمئنان المواطن على حياته وأمنه ومستوى توفير الفرص المتكافئة للعراقيين وحقيقة تعمق الطابع الريعي للدولة وتداعياته ووحدانية الاقتصاد على حساب تنوعه وتعدد مصادره وتدهور الزراعة والصناعة، ناهيكم عن مستويات التلوث العالية وشدة انتشار الأمراض الفتاكة وحالة الجفاف، وذلك غيض من فيض تداعيات الأزمة العامة الشاملة في البلاد، وهي ليست ظواهر متفرقة منعزلة عن بعضها، فالرابط والأساس فيها هو المنهاج الخطأ والفاشل الذي يقود البلد منذ 2003 حتى الآن، والتمسك به باعتباره بقرة حلوبة لمن يتشبث بالسلطة. ومن موقع شفق نيوز نقرأ مقالا للكاتب صادق الأزرقي بعنوان إفاد المسؤولين سفرات مزاجية واصطحاب العائلات والأصدقاء في تموز 2023. يقول لجنة العلاقات الخارجية والنزاهة في البرلمان الاتحادي إنهما بصدد متابعة ملف إفادات المسؤولين لمنع أي هدر في الأموال العامة ومحاسبة المخالفين للتوجيهات الحكومية، مشيرتان إلى تواجد كثير من الشبهات في قضية إفادات المسؤولين. ويضيف الكاتب أن إفادات المسؤولين في جميع الحكومات كانت كثيرة جدا وبعضها تستمر لأيام طوال، ويكون المشاركون بها بأعداد كبيرة، وهو يكلف خزانة الدولة أموالا طائلة، كما أن بعض الإفادات دائما ما تكون بلا أي فائدة تذكر في الحقيقة. نحو 70% من إفادات المسؤولين إلى خارج العراق ليست فيها أي منفعة حقيقية للعراق، بل أغلب تلك الإفادات تكون عبارة عن سفرات سياحية للمسؤولين، بل بعض الإفادات تشمل حتى عائلات المسؤولين، وهذا كله من خزينة الدولة. كما أن ملف إفادات المسؤولين من أخطر ملفات الفساد المالي والإداري، لا سيما أن هناك الكثير من المسؤولين بدرجات عليا يكون عملهم خارج العراق بوساطة الإفاد أكثر من عملهم في داخل مؤسساتهم الحكومية في داخل البلاد. ويقول مراقبون إن المسؤولين الحكوميين يستغلون مناصبهم وسلطة أحزابهم للحصول على إفادات من غير أي مسوغ حقيقي سوى تهريب الأموال ولمصالح شخصية وحزبية وأحياناً كثيرة للسياحة بحسب تعبيرهم.
وتكلف الإفادات الخارجية خزينة الدولة ملايين الدولارات بحسب مصادر برلمانية، إذ جرت العادة أن يصطحب المسؤول أفراد عائلته وحتى أصدقائه، ويمكنه تمديد مدة الإفاد إذا أراد على حد قولهم. ومن صحيفة القدس العربي نقرأ مقالا بعنوان: من هم عملاء أمريكا وإسرائيل في المنطقة؟ للكاتب فيصل القاسم، حيث يقول: إذا أردت أن تعرف جيدا من هم عملاء أمريكا وإسرائيل وحلفاؤهما المفضلون والمخلصون في المنطقة منذ عقود من الزمان، فقط انظر إلى تلك الأنظمة والحكام والجماعات التي توزع تهم العمالة والخيانة على كل من يعارضها ويقف في وجهها، فهي وخاصة تلك التي ترفع شعار التصدي لأمريكا وإسرائيل تتهم وتتهم في نفس الوقت وبشكل أوتوماتيكي كل من ينتقدها. ويضيف الكاتب: أصبح العملاء والخونة الحقيقيون معروفين للقاصي والداني، ولم تعد شعاراتهم وعنترياتهم الكوميدية المرفوعة ضد أمريكا وإسرائيل تخدع أحدا، بدءا بما يسمى حركات الممانعة والمقاومة، وانتهاء بأنظمة الجنرالات والمخابرات. ويضيف الكاتب: انظروا من يحكم العراق الآن واليمن ولبنان. لو انتقلنا إلى لبنان الآن، من هو عميل أمريكا وإسرائيل هناك؟ ربما ستقول لي إنها الشخصيات والأحزاب المعادية لحزب الله وإيران التي يتهمونها بأنها عميلة للسفارات الغربية في بيروت ومتواطئة مع إسرائيل. لكن لو كانت تلك الشخصيات والأحزاب فعلا عميلة، لكانت اليوم هي من تحكم لبنان وتتحكم بكل مفاصله. إذن من هو العميل الحقيقي؟ طبعا العميل الحقيقي هو المرضي عنه أمريكيا وإسرائيليا وفرنسيا، وهو من يسيطر على لبنان، وهو من رسم حدوده البحرية مع إسرائيل، وعلى وشك أن يرسم حدوده البرية، وهو معروف للجميع. وفي العراق اليوم من هو الحاكم الحقيقي؟ لا تقل لي إنهم الذين يعادون أمريكا وإسرائيل، بل إن الحاكم هو أدوات أمريكا ومن يدعم أزلام إيران في لبنان ويمكنهم من رقبة اللبنانيين، يدعم أزلامها في العراق ويمكنهم من رقبة العراقيين. وفي الشأن الفلسطيني نبدأ من صحيفة التلغراف البريطانية التي نشرت مقالا كتبته سوزي كوين بعنوان: إسرائيل قد تواجه تهما بارتكاب جرائم حرب إذا أقدمت على اجتياح رفح. ويحذر المقال من أن إسرائيل قد تواجه اتهامات بجرائم حرب حال اجتياح مدينة رفح الفلسطينية، وفقا لتصريحات نقلتها الكاتبة عن رئيس المحكمة الجنائية الدولية كريم خان، الذي أعرب من جانبه هو الآخر عن بالغ قلقه حيال الهجوم المحتمل على جنوب قطاع غزة، حيث يعيش حاليا هناك نحو 1,400,000 نازح. نقلت الكاتبة عن رئيس المحكمة الجنائية الدولية كريم خان تصريحات جاء فيها: هؤلاء الذين يرتكبون جرائم حرب سوف يخضعون للمساءلة، وهي التصريحات التي صدرت تزامناً مع ضغوط مكثفة من قبل المجتمع الدولي على إسرائيل منذ الاثنين الماضي لإثنائها عن اجتياح بري محتمل لرفح. وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن إسرائيل اقترحت بناء 15 مدينة تحتوي على 25,000 خيمة في غزة في إطار خطة إخلاء يرجح كثيرون أنها تعد تمهيداً لهجوم عسكري على مدينة رفح الفلسطينية. وأشارت الكاتبة أيضاً إلى تقارير تفيد أن الخطة التي يقال إن رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو هو من قدمها إلى حكومته تتضمن أن تتولى مصر إقامة مخيمات ومستشفيات ميدانية للنازحين، في حين تتولى الولايات المتحدة وشركاء عرب تمويل هذه الإنشاءات، وفقاً لمسؤولين أدلوا بتصريحات لصحيفة وول ستريت جورنال في هذا الشأن. ومن موقع قناة الرافدين الفضائية نقرأ مقالاً للكاتب طلعت رميح بعنوان: الأبعاد غير المنظورة في معركة رفح. يقول رميح: المعركة حول رفح ختامية،
لجولات الحرب الجارية منذ 27 الأول الماضي وحتى الآن، وهي معركة تجري رحاها تحت عناوين استراتيجية ثلاثة. العنوان الأول هو ما تطرحه المقاومة من صفقة لوقف إطلاق النار وانسحاب القوات الصهيونية الإسرائيلية من غزة وتبادل الأسرى وفك الحصار. العنوان الثاني كذلك هو ما يطرحه نتنياهو والأشد تطرفاً في حكومته من القضاء على حماس أو على قدراتها واحتلال غزة وتهجير سكانها وبدء إقامة مستوطنات إسرائيلية على أرضها. أما العنوان الثالث فجاء هو ما تطرحه الولايات المتحدة الأمريكية من رفض احتلال غزة والعمل من خلال الضغط العسكري والحرب لإنهاء حكم ودور وسلاح حماس والمقاومة معها وبدء مفاوضات حول إنشاء ما تصفه بدولة فلسطينية بين هلالين تضم ما تبقى من الضفة وغزة. الكيان الصهيوني يهدد بارتكاب مذابح أشد دموية مما سبق بحكم التكدس السكاني، وهو يروج إلى أن عدم الاجتياح البري لرفح يعني عدم تحقيق النصر. كما يواصل نتنياهو فعاليات مخططة لاستمرار الحرب لضمان استمراره في الحكم، وتستخدم الولايات المتحدة هذا التهديد الذي منحت الضوء الأخضر به لنتنياهو والجرائم المتسلسلة لإخضاع إرادة الشعب الفلسطيني والمقاومة وتمرير مخططاتها وتحقيق أهدافها. أما في الاتجاه الآخر فإن المقاومة ترى أنها لم تخسر في الميدان وأن الجيش الصهيوني تعرض لهزيمة قوية ويصعب عليه مواصلة الحرب لفترة طويلة، وهي تدرك أن نتنياهو والجيش مترددان في قرار اقتحام رفح، إذ إن اجتياحها واحتلالها مع الفشل في تحرير الأسرى الصهاينة يعني نهاية نتنياهو سياسياً وفقدان الثقة كلياً في الجيش، وكذلك يعني وقوعه تحت ضغط شعبي شامل لإنهاء الحرب، ولذا فهي تتحرك تكتيكياً لمنع المذبحة ووقف إطلاق النار وإدخال المساعدات. أما الآن نشاهد وإياكم الكاريكاتير. بلا جدران تقيهم حر الصيف وبرد الشتاء، أخرجوا من ديارهم غائبون لا صوت لهم، وبلدهم يطفو على بحر من النفط، تصارع أكفهم قسوة الحياة. هدموا كل ما هو جميل وأساءوا لحاضرة الدنيا حتى استغاث منهم تراب الرافدين. لكن أحفاد ثورة العشرين سيكسرون القيد ويبذلون المهجة ويعيدون الحياة. لن تكتم الأفواه ولن تحبس الألسن، فنحن صوتكم. من جديد أهلا بكم. مع تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة وسط الهجمات الإسرائيلية المكثفة، يكافح الأطفال الفلسطينيون مثل البالغين من أجل توفير الماء والغذاء لأسرهم، ويصطف الأطفال الذين يعيشون في الخيام بمدينة رفح للحصول على المياه التي توزعها الجمعيات الخيرية، حيث يقومون بتعبئة أواني المياه ونقلها إلى خيامهم باستخدام العربات اليدوية أو حملها بأيديهم رغم وزنها الزائد والثقيل.
ولا نتابع فيديو اليوم الذي اخترناه لكم من مواقع الصحف. إلى اللقاء.